الرابعة هي الوصلة المقوسة. يبقى 4 المقوسة. مثل ايه؟ الحاء مع الحاء، الطاء مع الحاء، العين مع الحاء، الميم مع الحاء، كالأمثلة القادمة. الحاء مع الحاء. زي في حج مثلا. طاء حاء، شوف النزول، وصلة نازلة مقوسة، نازلة ومقوسة في نفس الوقت. طاء حاء نقول عليها في الاصطلاح مقوسة. أو عين ميم طريقة رسم الميم حاء بوصلة مقوسة. أو سين ياء، السين الأولى والثانية والثالثة وصلة نزلة مع الياء. كذلك باء أو ياء ميم وصلة نزلة، أو جيم ميم أو حاء ميم. أو ميم ياء. هنا وصلة مقوسة، كذلك العين ميم مع الحاء، السين مع الياء، الياء أو الباء مع الميم، كذلك الجيم أو الحاء مع الميم، ميم مع الياء.